رشا، جولتنا التالية رح نروح فيها بعالم الفلك وأبرز الظواهر الفلكية يلي صارت بشهر رمضان الكريم، ورح نحكي أيضا عن رؤية هلال العيد. كان في هيك بلدان صعب شوي أو تعذر رؤية الهلال، رح نشوف كيف كان الوضع بسوريا. بيسعدنا نرحب بالدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بألف خير. سعد صباحك نرمين رشا، كل عام وأنت بخير. المشاهدين الكرام بألف خير، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب. فطر سعيد إن شاء الله، هيك خير على الكل. كنا بحديث سابق حكينا كيف تم التماس شهر الكريم، شهر رمضان الكريم. اليوم خلينا نحكي عن مبارح، قلت لي كان فجأة كنتوا بانتظار انكم التماس كمان الهلال، خلينا نحكي عن هذا. تمام، يوم السبت بداية أول شيء نحن بنبلش من يوم الجمعة، يوم الجمعة بنرصد الهلال الأخير لشهر رمضان. يوم السبت بيكون جلسة الالتماس، بيكون في جلسة التماس مع المجلس العلمي الفقهي. طبعا ولد الهلال متأخرة لأنه كان في عندنا ظاهرة كسوف للشمس، هذه الظاهرة بدأت الساعة 9:30 ليل يوم السبت، وبالتالي الهلال يولد بعد انتهاء الكسوف. ولد الهلال الساعة 11:30. أتممنا عدة رمضان 30 يوم، كان يوم الأحد يوم الثلاثين، حتى رغم أنه نحن يوم الاثنين كان العيد وأثبت من يوم السبت، لكن يوم الأحد نحن كفلكيين بنطلع نرصد الهلال، بنشوف الهلال، بنشوف حجمه، بنشوف تفاصيله، وهو موضوع تحدي لنا كفلكيين. هذا الهلال هو جرم سماوي بالنهاية، فرؤيته ومشاهدته هي فعالية فلكية، هي ظاهرة فلكية جميلة جدا وتستقطب العديد من الناس المتابعين المهتمين. بالفعل بالأمس كان يوم بالنسبة لنا كثير يوم مميز، صدقيني العشرات نيرمين رشا من الناس، نحن ما كنا متوقعين بصراحه هذا العدد، لكن تفاجئنا انه قلنا الناس اللي هلا على باب عيد بدها تروح تتسوق، بدها تروح كذا، فتفاجئنا بكم الناس الكبيره اللي اجت على المرصد الفلكي السوري. رصدنا الهلال، صورناه، وبتوقع هلا الشباب بيحطوا الصوره. صوره الهلال كانت واضحه جدا بالتلسكوب وبشاشات الكمبيوتر. الهلال العيد له طعمه، له رونق، يعني لما نشوف الهلال مثل الشعره تماما، له فرحه، له فرحه كبيره صحيح فعلا. يعني جبنا كان في معنا مجموعه اطفال، فالاطفال شلون كان ترقبهم للموضوع، يطلعوا هذا هو الهلال وهلا هذا بيجيب لنا العيد وكذا، يعني هالقصص كانت كثير طريفه. بالنسبه لنا كفلكيين، اولا نحن ضبطنا الحسابات الفلكيه وتاكدنا انه نحن يوم الاثنين العيد كان مضبوط، كان واضح، المعطيات كلها علمية. هون السؤال، يعني نحن بنفوت على التقويم نلاقي انه العيد تم تحديده مثلا، نحن نعرف نهار الاثنين، ولكن بانتظار تأكيد التماس الهلال. تمام. اليوم كيف عم يصير الربط؟ هلا في جانب لانه علمي اللي هو خاص فينا، في جانب اجباري شرعي اللي هو الجانب الخاص بالمجلس العلمي الفقهي. نحن بنقدم الدراسة العلمية، لكن نحن لا نعطي قرار، في اصحاب قرار هم بيعطوه، بيوازنوا بين الامور العلمية والامور الفقهية. سوريا تميزت بانه في عندها جمع بين العلم والشرع، هذه الناحية الرونقية بسوريا الاستثنائية، خلينا نحكي بصراحة عن باقي الدول. يعني على سبيل المثال رشا نيرمين، في شغلة يمكن الناس ما انتبهت لها ببداية العيد، ببداية التماس شهر شوال، أن كل العالم دعوا إلى التماس، دعوا المواطنين إلى التماس هلال شهر شوال. تتذكروا لما كنا أطفال وشباب بيطلع بالشريط الإخباري أنه القاضي الشرعي أو المجلس الفقهي يدعو الناس إلى التماس. هذا العام بهلال شوال لم يتم دعوة الناس لالتماس هلال شوال، ليش؟ لأنه المجلس العلمي الفقهي احترم العلم واحترم أن العلم يقول أنه لا يوجد هلال لالتماسه يوم السبت، الهلال موجود يوم الأحد، وبالتالي لم يدعوا المواطنين لالتماس هلال يوم السبت، لأنه كيف بده يدعي المجلس العلمي الفقهي الناس لالتماس هلال غير موجود؟ وبالتالي كان مفارقة علمية كتير مميزة، يمكن هي صوت الهلال قديش شعرة بعيد. تمام، بعيد وميد ابيض تماما، يعني قديش هذا هو اللي بنبحث عنه، تخيلوا صعوبة الموضوع، يعني عم نبحث عن هذا الخيط البسيط. هذا على فكرة الإخبارية السورية الآن تتفرد بأول صورة لهلال شهر شوال، ما في أي قناة عربية لسه بثت صورة الهلال، هذا هلال شهر شوال، هذا هو هلال العيد، طبعا تم التقاطه بالأمس من المرصد الفلكي السوري. الصعوبة أنه هذا هو الهلال، لما يسألونا طيب شفتوه؟ مو هي شغلة بسيطة، هي شغلة كتير دقيقة، نقعد ساعات لحتى نلقط الصورة. فما بالك مثلا مثل شفنا مبارح هيك في صور بالعراق ببغداد عندهم عاصفة رملية مهولة، مستحيل أكيد يقدروا والله يا نيرمين، بس بالعراق وعندك الهند وباكستان ارتفاعات درجات حرارة غير طبيعية، عندك كان بمعظم دول الخليج كمان غبار بشكل شديد، الحمد لله مبارح عنا ما إجت العاصفة الغبارية، مرقت من العراق راحت على الأردن وكملت، لكن نحن ما شفنا
الصوره الفريده جدا. فالحمد لله كان جو صحو جدا. لكن يعني انت فتي على موضوع مهم جدا، يعني ذكرتيني بموضوع انه الهند وباكستان للاسف الشديد من اسبوع لليوم ارتفاعات درجات حراره غير مسبوقه اطلاقا. يعني ارتفاع حراره هذا ينبئ بصيف صعب. انت ما انت بشرتنا بهي القصه، لكن هذا تاكد لانه الهند والصين هند وباكستان 10 درجات عن متوسط درجه الحراره الطبيعيه. يعني ولسه نحن عم نحكي بايار صيف ملتهب معناته تماما، لان احنا عم نحكي بايار بالنسبه للهند. الهند ما عندهم هالحراره بهذا الوقت، عندهم ارتفاعات حراره بس مو لهالدرجه ومو بهذا الوقت. خلينا نرجع للهلال مشان ما نزعل كثير على الهلال، لانه فعلا محزن جدا. صحيح. هذا الوضع محزن جدا. نعم. انه بدانا نلتمس نيرمين رشا الاحتباس الحراري وين عم يوصلنا. الاحتباس الحراري عم يوصلنا لنقطه عدم الرجوع، ورح نلمس هذا الشيء بدءا من هذا العام. يعني رح نلمس تاثير اكبر نسبيا لمسناه بالشتاء. تذكروا ادار منخفضين قطبيين بادار، تمام، قطبيين بادار كانت صعبة شوي. نرجع للعيد تماما. فهلا بالصيف مشان العيدية المعمولة. فهذا الهلال، مشان هيك نحن لما نقول عم نلتمس هلال فعم نلتمس جرم سماوي يظهر بإضاءة خفيفة. مثل ما يقولوا عم يدور على إبرة بكومة قش. فنحن فعلا هذا الهلال هو إبرة بكومة قش اللي هي السما كلها. يعني عطارد أو كوكب الزهرة بيطلعوا قبل الهلال بلمعان أكثر من الهلال. فكان صعوبة كتير، بيكون أعصابنا كتير مشدودة لأنه في ضغط من الناس. طلع الهلال شفتوه ما شفتوه، فبيكون عنا عم يحملنا ضغط. يا رب تشوفوه، نحن جايين نشوفه. يلي بيقول لنا مثلا أنا جاي من اللاذقية أو جاي من المحافظة تاعي بدي أشوفه، الله يخليكم فرجوني إياه. فبنكون نحن محملين بي 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 منعت بهدول القصص تماما، حالة نفسية، ونحن مترقبين مستعدين لما يطلع بتكون انجاز. بنشوف هاي الشعره بنقول لهم هذا هو الهلال، كل عام وانتم بخير. بيطلعوا الناس بيشوفوه بيصوروه بياخذوا سيلفي معه. بيكون يعني دخول العيد بالنسبه لهم فعلا عيد، اجواء يعني اجواء العيد بتكون فعلا غير لما نحن نشوف الهلال وندخل. يعني صدقيني اللحظه اللي بنشاف الهلال هي العيد، هي العيد فعليا. وهي دعوه رشا نيرمين لكم، يعني باي وقت بتلاقوا حالكم فاضيين بس مروا على المرصد، في شغلات كتير حلوة، في كتير قصص حلوة بسدنا هذا الشيء تماما. فعلا في شغلات بالسماء رائعة. يعني مثلا لو تشوفوا تابع كوكب زحل عم يدور حول كوكب زحل، شوفوا ما أحلى هاللقطة. أنتوا عم تطلعوا بالتلسكوب عم تشوفوا تابع صغير لكوكب زحل عم يدور، تعيبوا الساعة بتشوفوه عم يدور. أو مثلا حلقات كوكب زحل كيف عم تميل، عم تعمل رقصة كونية جميلة جدا. هي اللوحات الكونية جميل جدا، بتنسينا كل هموم الدنيا وبتنقلنا لمكان تاني تماما، مثل ما نقلنا هلال العيد لمكان آخر تماما. ففعلا كان يوم مميز بالأمس بالنسبة لنا كفلكيين، هو عرس احنا بنسميه. احنا هي الأيام بتكون عنا اياها مميزة جدا، أيام بيكون فيها ترقب، فيها تحدي، فيها علم، فيها جهد، فيها محبة الناس، فيها ترقب الناس. فكثير نحن بننبسط فيها، انه نقدر نبسط علوم الفضاء والفلك، نقدم شيء للناس، نفرجيهم تكنولوجيا، نفرجيهم انه بلدنا من الدول القليلة اللي استطاعت تصوير الهلال. يعني نحن بسوريا رغم كل شيء صار بسوريا، نحن اول دولة يعني اذا قلنا بمنطقتنا كنا اول دولة صورنا الهلال. يعني هذا شيء كثير انجاز حلو، انه كثير دول تدخل على شهر شوال على رؤية سوريا. فكتير هذا الانجاز. هذا اللي بدي اساله لحضرتك، يعني متعارف عليه لازم كل دوله تشوف الهلال ولا لا يكفي دوله عربيه كثير حلو نيرمين مسلمه تشوفه؟ حاليا معظم الدول العربيه والاسلاميه اذا رؤيه كلهم بياخذوا بشيء اسمه وحده المطالع. يعني اذا رؤيه باي دوله يعمم على باقي الدول. نعم. يعني نحن شو بنعمل كفلكيين؟ مرصدنا الفلكي السوري واللي هو ثاني اكبر مرصد بالوطن العربي مرتبط بشبكه بين دول مثل الامارات. نحن مرتبطين مع الامارات، مرتبطين مع الاردن. شو بيشوفوا؟ شو بنشوف بتلسكوبنا وبنشوف شو بيشوفوا بتلسكوبهم. اي صوره هلال من هذه المراصد تعتبر صورة موحدة. نعم. فإذا كان في اجتماع على هذا الموضوع أنه صور الهلال تكون واحدة بمنطقتنا بالدول يلي نحن عم نتعاون معها في وحدة مطالع. طبعا في بعض الدول ما بتأخذ بوحدة مطالع لكن هي قليلة جدا، وليست يعني الدول العربية كلها بتأخذ بوحدة مطالع فما في إشكالية. فأي دولة بتشوف الهلال يعمم على باقي الدول. يعني نحن مثلا بالدخول بدخول شهر رمضان نحن ما شفنا الهلال لأنه كان عنا غبار. بس نشاف بدول جوار، نشاف بمصر، نشاف بدول تانية. فنحن اعتمدنا على هذه الرؤية بعد ما توثقنا منها ودخلنا شهر رمضان المبارك. بالعيد صار حالة معاكسة، نحن اتممنا الشهر لأنه ولد متأخرا وشفنا الهلال يوم الأحد. فإذا اللي صام بعد منا بيوم واللي كان يوم الأحد هو جلسة التماس اعتمد على رؤيتنا.
كثير دول اعتمدت على رؤيتنا واخذوا منا هذه الرؤيه ووثقوها. عفوا مشان هيك نحن شفنا لغطه هيك فتره على السوشيال ميديا انه بشهر رمضان في ناس قالوا انه قريت هيك كذا بوست انه صمنا قبل بيوم او بعد بيوم بس يعني شو لا 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 نحن صيامنا 100% دقيق ما في مجال للتلاعب لانه علوم الفلك والفلك صارت واضحه جدا وبسيطه جدا ونحن دائما بنشرح للناس ونوضح للناس كل تفاصيل الهلال ونحن صورنا الهلال يوم بيوم خلال شهر رمضان المبارك يعني 30 صوره لحتى في اي حاله ما نقول لهم ليكم صور الهلال موجودين دقيقين جدا دائما لغط نرميه موجود دائما حتى بالعيد في لغط يعني حتى هلا رغم انه في صوره هلال بيجينا مثلا تساؤلات طيب هي صوره هي قديمه هي جديده حاطين ورقه ومصورينها يعني اجباري بعض الناس بتشك اجباري يعني نحن بنحاول نستوعب نقول لا هي صوره هلال فيك تيجي تشارك مره ثانيه معنا وتشوفها بعينك هذا الموضوع علمي هذا الموضوع فيك تشوف هاي الصوره من اي دوله ثانيه المرصد الفلكي يفتح ابوابه نتمنى ان تاتي وتشارك معنا بدنا نحاول نستوعب الناس يعني اجباري بده يكون في مشككين هذا شيء طبيعي يعني هذا تساؤلات مشروعه ما عندنا اي مشكله نحن واضحين وصادقين لكن بالنسبه لنا هذا انتصار انه نحن نقدر نصور هلال ندخل بهالطريقه هي بهالاقتناع هذا يعني نحن مرتاحين صراحه دخلنا شهر رمضان بشكل مريح وخرجنا من شهر رمضان بشكل مريح هذا كثير بيعطينا طمانينه وبيعطينا راحه كثير كبيره ان شاء الله هذا هيك الهلال يكون خير علينا كله خير على انفسنا وعلى الاوضاع بشكل عام خلينا نعم يعني مثل ما كنا عم نحكي حكينا عن الهلال شهر رمضان والعيد خلينا هيك نستغل وجودك معنا ونحكي عن الظواهر الفلكية اللي رح تكون بالأيام القادمة لكل تمام. الأشخاص اللي ممكن كمان دعيتنا ودعيتهم يزيروا المرصد بداية كان عندنا حالة خسوف بنصف نيسان بمنتصف نيسان ما شاهدنا كان حالة كسوف يوم السبت كمان ما شاهدنا بتشيلي والأرجنتين الآن نحن أمام حدث جميل جدا هذا أسرع حدث اليوم يلي بيسهر لوش الصبح لساعتنا يعني بأجواء رمضان فينا نسهر لوش الصبح بدنا نلاقي احتفالية بالسماء رح نلاقي أربع كواكب ارتصاف على خط واحد رح يبدأ هذا الارتصاف من كوكب المريخ لكوكب الزهرة لكوكب زحل لكوكب المشتري أربع كواكب ممكن مشاهدتها بالعين المجردة الساعة تقريبا 4:30 صباحا هذه الكواكب الأربعة جميلة جدا لامعة جدا يبدأ من كوكب الزهرة الذي هو ألمع أول شيء المريخ لونه أحمر واضح بلونه الأحمر بعدين كوكب الزهرة هو مع الكواكب واضح نشوفه كأنه لمبة بالسماء بعد منا كوكب زحل على البرتقال شوي لونه بعدين مشتري تاني ألمع مع الزهرة كثير حلو تاني ألمع بعد كوكب الزهرة كثير حلو ناخد أولادنا تماما رشا نيرمين أنه نشوف أربع كواكب منتصفين كثير حلو يعني انه نبلش نقول لهم هذا كوكب الزهره هذا المشتري هذا زحل هذا المريخ ونعلم اولادنا هذه الكواكب ويشوفون بعينهم كثير منظر حلو بالنسبه لنا طبعا راح نرصدهم ونصورهم ونتابعهم هذا اقرب حدث فلكي وهذا من اليوم ممكن متابعته بالعين المجرده والاستمتاع فيه يعني هذا الارتصاف يعني حدث اخر مره بعام 2015 بعدين 2018 بعدين 2020 وهلا مؤخرا حدث هذا الارتصاف الجميل جدا باخر الشهر سيضاف اليهم ايضا الهلال يصبح هذا تجمع هذا العرس الفلكي الجميل جدا يزين سمائنا ومتاح بالعين المجرده لاي انسان يعني فعلا كما هي ظاهره فلكيه نادره على اساس على حظنا نحن مو محظوظين لا بكسوف ولا بخسوف يعني هالارتصاف وموضوع الهطل الشهابي هو عم نترقبه بشكل كثير كبير عندنا هطل شهابي ب 11 12 اب ايضا من الظواهر الفلكيه الجميله جدا والنادره جدا نعم يعني بالختام بدنا نشكر وجودك لليوم معنا دكتور دائما هيك بتعطينا المعلومات الجديده والمميزه دكتور محمد العصيري رئيس الجمعيه الفلكيه السوريه كل عام وانتم بألف خير مره ثانيه وشكرا كثير كل عام وانت بألف خير نرمين رشا والمشاهدين الكرام عيد مبارك عليكم